This is a regime that is anti-human. النظام الإيراني معاد للإنسانية، معاد للإسلام، وهو أكبر عدو للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر عدو عرفته الإنسانية على الإطلاق، أبشع من النازي، أبشع من أي جماعة إجرامية يمكن تخيلها. ولهذه الأسباب فالشعب الإيراني مصمم على الإطاحة به بأي ثمن. علي رضا جعفر زاده نائب رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فرع الولايات المتحدة، قريبا في برنامج حوار خاص من واشنطن مع عاطف عبد الجواد على قناة سعودي 24.